السلام عليكم أخوة الكهربائيين، معكم محمد طاباطوش. اليوم جينا نقدم لكم فيديو على طريقة إنجاز هذا طريق الكابل، ولا باللغة الفرنسية شومان دو كابل. هذا هنايا اللي يجيب هذه النوعية، هاو اللي يكون راهو هنايا. على كل حال سامحونا هذه الأيامات ما حطيناش لي فيديو. الهاتف تكسر، هذا هاتف جديد، إن شاء الله تكون النوعية تاعو مليحة تاع التصوير. الهاتف القديم هاو السرالو، هاو واش بقى فيه الهاتف القديم. المهم نبداو بسم الله. الاخوه الكهربائيين، هنا عندنا شومان دو كابل، حطيناه في هذا لا شاربونت ميتاليك، تما وين نبنيو بلا شاربونت. هاو كيفاش يجي التركيب تاعو. عندنا هذا الاكسسوار يجي لهنا، يدخل لهنا بالمارطو في لا شاربونت، ومن بعد هنا يجي فيلتاج يدخل فيه لاتيج ديريكت، ومن بعد هذيك لاتيج هذه تاع 6 مليمتر تجي هكا لهنا ديريكت. هذه تزغد، مازال ما ثبتناهاش، لازم تبتوها بليزي كليبس هادو. ومن بعد لهنا عندنا البولون دوبل ايكرو، واحد الفوق واحد لتحت، لازم ايكرو اللي فيه الفران باش تما يزير مليح. ومن بعد شومانت كابل تاعنا يتحط في الفيد هذا اللي هنايا، ونطبعو هادي هنايا ونكليبسيو هادو. هما اقل كاليتي ديماج ناقصه شويه سميرة. المهم هادي كيفاش تجي لهنايا. عندنا شومانت كابل الوسمو لا شاربونت، نلصقوها لهنا، ومن بعد نديرو فيها لاتيج بعد ما نكيلويتو ونلصقو هادوما. هادوما باش يجينا نيفو واحد كامل، باش كي نشوفوه من تحت يجينا كاع مستوى نفس المستوى، لازم تنا النيفو لازر. وهادي تاع النيفو لازر الإخوة الكهربائيين نركزو فيها، لازم نخدمو بنيفو لازر أصلي، لأنو نيفو لازر اللي راهم يتباعو في السوق كالي كيما نقولو حنا يكذبو، مي ماشي نيفو تاع الصح، يكذب شوية. هذا لازم تخدم بالاصلي، هاو اللي يكون راهو هنايا، نثبتوه في الحديد لهنا في العيار هدايا، هاو ليك هنا راهو مثبت مثلا، نثبتوه ونديرو النيفو تاعنا، داكور، هاو اللي يكون راهو النيفو تاعنا، هنا نشوفوه، هاو يخرج لنا الخط هذا من الطرف للطرف، يجي باين. عندنا قلنا في الجهة تاع لا شاربونت نديرو هادية، وفي الجهة اللي منا لصقوها مباشرة الفوقة. باستعمال هادو مام جماعة تاع البلاكو يخدمو بهم. على كل حال هاهم ليكم راهم شوفيليطو تاع السيت هكذا، وهاديك تاع لا شاربونت هاي لي كيفاش تجي هكايا. وهادي تجي تتباع كاين تاع زوج مترات، كاين تاع ثلاثة مترات في الطول، وحنا نقطعوها على حساب واش نستعملو. هاي ليك هنا تجي فيها ثلاث مترات زوج مترات، صاديبو النوع تاعها. نعيطو لها لاغاي ا اكليبس بوغ شومان دو كابل. هاي لي كيفاش تلصق لهنا، هاو لي شومان دو كابل، جينا لهنا هكايا وتجبد لهنا، هاي لي تجبد لهنا. من بعد هادو ما يتعوجو برك بالترنافيس، ما فيها لا بولون لا فيس لا والو، تربحك في الوقت بزاف، داكور. ومن بعد هاديك كي نرفدو من واحد لواحد، الحاجة المليحة هنا في هذا الشومانت كابل، تسمى الكابل كي يدور ما ينجرحش. هاو لي كيفاه نوريها لكم من تحت، هاي لك باش هنا الكابل كي يدور ما ينجرح الناس الكابل، ما سامحونا الحس الحالة راهي شونطي الله غالب. المهم هنايا باش الكابل ما ينجرح الناس كي يدور، وكي نسحبو الكابل تاني هنا ما ينجرحش. هاي لي كون راهي، وكي نعودو باش نهبطو في المستوى تاع كي يكونو مشي نفس المستوى، لازم نقطعو لهنا ونحطو النيفو تاعو. ولا كان عندنا اوبستاكل ولا كيما راهو الهيكل، ان شاء الله راهو يبان. سين زومي شويه، فوالا هاولي كيفاش يحبط، باسكو الهيكل جنينا لا شاربونت، الوغ هودنا شويه. هاي ليكون راهي، هذه هي، هذا هو المبدا. هاي ليك هنا نعاودو نوليو، ومن بعد هاديك ما بين حبه وحبه تاع شومانت كابل، كاين يجو فيها زوج مترات كاين يجو ثلاثة، يجينا هذا الاكسسوار نعيطولو بي تي ار سي سي، هاولي كيفاش يجي. على كل حال هادو فيهم انواع، ننصح تشريو لي تباعو وحدهم، باسكو لي يجيو دوريجين مع شومانت كابل غاليين بزاف، ننصح باش تشريو هادوما لي يجيو وحدهم عند لي يخدمو البولونات. هاهم لي كيفاش يجيو، او محمد لقالهم اسم جديد تمام حلقومه، هاهم لي كون راهم هادو هما. هادو ننصحو تشريوهم وحدهم عند اللي يبيع كيما نقولو البولونات، هاهم لي كيفاش يجيو، باسكو لي يجيو دوريجين مع شومانت كابل غاليين بزاف.
داكور. المهم بصفة عامة كان هذا هو الفيديو، سامحونا ما حطيناش فيديوهات، اكو شفتوا السبب وعلى هذا الاسبوع. المهم ربي يوفق الجامع ان شاء الله. قلنا البارة جي فيها 2 متر وكالي جي فيها 3 متر. ايه كان واحد ديطاي ما هدرناش عليه، دوك نتكلموا عليه. هادو هنايا العرض ما بين هذا وهذا 20 سنتيمتر، كالي يجي فيه 10 سنتيمتر تسمى النصف تاع هذا، وكالي يجي فيه 15 سنتيمتر، كالي يجي 20، كاين 30 كبير عليه شويه لهنا، وكاين 40 سنتيمتر، وكاين 50 سنتيمتر، كاين حتى تاع 60 سنتيمتر. حنا هنايا بعد ما درنا الحساب تاع الكواب اللي راح يجوزوا، شفنا باللي تاع 20 سنتيمتر يكفينا بصفه يعني عاديه، هذه حاجه. وهذا ثاني لازم يتركب بالارضي، ومن بعد كي نركبوه في الارضي نوري لكم طريقه تاع كيفاش نوصلوا هذا الشومان دو كابل مع الارضي. نعاودك مره ولا هنايا لازم كي نشوفوه خط واحد داكور. هذه هي نورمالمون، هذا واش كان هنا رانا من تحت الزيد. هاوليك هنايا كي تكون جهه شمال، جهه بلافون، جهه شاربونت. هايليك هنا جهه شاربونت وجهه بلافون، هذا هو الشومان دو كابل تاعنا. وهايليك الدوره كيفاش تجي هنايا، تكوبي بالترونسيونز ولا بوسمو ولا بالسيزاي ولا، وتلصق هادية وتلصق هذا هنايا. المهم اخوة الكهربائيين ان شاء الله الفيديو كانت فيه افادة، ربي يوفق الجميع، والسلام عليكم. استناونا في القريب العاجل ان شاء الله، انا جبنا تليفون جديد. المهم السلام عليكم. الاخوة اللي بعثوا لي واتساب وكذا، واتساب مازال اصلا ما طلعتوش، من بعد كي نطلعوا يزيدوا يطلعوا شوية لاسمهم ونجاوبهم وصاي. والسلام عليكم.